في ذات وأنت حداثي تقدمي، وأكيد من المبتهجين ومن يعني زوم يفرحوا برشا بأنه سيد على رأس الحكومة، وتتضمن تقريبا في تاريخ تونس معناش كان عدد كبير متاع النساء، علاش ما كما نقولوا طرف من الأطراف المتنازعة يرجع له شاهد العقل ويقول خليني نثمن الخطوة اللي عملها سيد رئيس الجمهورية فيها سيد على رأس الحكومة، ما قالش وزير أول رئيس حكومة ووزراء برشا كفاءات نسائية وكفاءات ممكن تغير الوضع التونسي، يهمه في نهاية المطاف أنه يتحسن وضعه. فضل سي رضا. هو من الناحية المبدئية ومن ناحية المكاسب متاع المرأة وما حققته تونس وكل ما معناها نحن الكل نبتهج في تسمية مرأة ولا مبدأ التناصف في الحكومة اللي قام بها الرئيس السعيد، ولكن هذا ما يغطيش الإشكال الكبير الرئيسي، أنه تنجم تكون هذه في الخطة متاع الرئيس قيس سعيد، أنه يحاول باعتبار أنه موضوع المرأة وتبويب المرأة مناصب أولى ديما الشعب التونسي والمجتمع الدولي رحب به. هي علاش انت ضد ماله؟ لكن هذايا ما يغطيش العمليه الكبرى اللي هي الانقلاب على الدستور، وانه لم السلطه الكل في ديه، وانه الفريق هذا رغم انه نساء ورغم انه رئيس حكومه هي مراه، لكن هذا ما يخفيش انه هذه الحكومه ما عندها حتى صلاحيات، يسميها الرئيس وقت يحب، ينحيها وقت يحب، يلغي صلاحيات أي وزير، هي بمثابة فريق لمساعدة الرئيس لا أكثر ولا أقل. تسميتها أو تركيبتها في نصها أو بالتناصف نسائية هذايا ما يغطيش وما يبررش الجريمة الكبرى اللي هي معناها خرق الدستور، القيام بانقلاب على الدستور على صلاحيات مؤسسات أخرى، وهذايا والحكومة هذه هو حطها في مأزق، لأن السيدة هذه رئيسة الحكومة والتركيبة اللي معاها ما هيش باش تلقى المساندة والحزام السياسي اللي باش يحميها اللي باش يمكنها من تنفيذ سياستها، ما هيش باش تلقى المساندة من المؤسسات المالية الدولية، لأنه ما ينجموش يعطيو ويتعاقدوا مع حكومة غير مصادق عليها. بالله شنو هي الحل سي رضا؟ بالله شنو هو الحل؟ تو الكلام تقول فيه أنا مثلا فهم شق برشا من التوانسة وليس بقليل، مش شوية، خلينا نكون واضحين، يعني ممكن يكون حتى أضعاف مضافة متاع الشق الأول معاك، ولكن فما شق آخر مهما كان قليل أو مسنود برئيس الجمهورية، مسنود بالمؤسسة العسكرية، بالمؤسسة الأمنية، شئنا أم أبينا، هذا الرئيس هي وقع الفيس في الرأس، شنو نعمله؟ شنو الحل؟ الحل يبقى الرجوع إلى الشرعية في نطاق حوار وطني، لا يمكن الخروج على الشرعية، والأيام والأسابيع المقبلة باش تبين المأزق الذي زاد انغرس فيه الرئيس اليوم بتكوين الحكومة هذه، عنده الميزانية لازمها تمويلات لاستكمال الميزانية متاع 2021، عنده معناها تمويلات خارجية لميزانية 22، كيف سيواجهها وهو في صراع مع الأطراف السياسية الداخلية، له حكومة غير معترف بها تقريبا دوليا، لأنه كما قلت لك هي ما تتعلقش بتونس، كل الدول لا يتعاملون مع حكومات غير مصادق عليها. أنا مش نعطيك عام 2011 وكنت في الحكومة مع الباجي قايد السبت، وكل العالم مع الثورة وكل الأطراف مساندة للثورة بما فيها الجثات بما فيها الولايات المتحدة، لكن الشرط متاعهم لتمويل تونس هو استكمال المؤسسات المنتخبة وانتخاب حكومة لكي تستطيع أن تتحاور مع الأطراف المالية الدولية. هذا عام 12،